تعالوا نشوف كده ايه هي مقادير اول وصفة معايا، وهي الجمبري. هنعمله مع البيف بيكن، طريقة سهلة لذيذة بس مختلفة. اول حاجة عندي الجمبري، هجيب جمبري كبير متنظف وبس الديل موجود. عندي كمان البيف بيكن شرايح، عندنا ملح، كمون، بابريكا، عايزاكم تجيبوا بابريكا مدخنة، توم، زيت زيتون، عسل ابيض، والسبايسي مايونيز. عندنا كمان عين الجمل والزبدة، وهنقدمه مع البطاطس الشيبسي. اول حاجة عايزة اعملها هجيب كده البيف بيكن بتاعي بالشكل ده. ونقطعه مع بعض. يلا هاجي هنا، عايزة اجيب الجمبري، ننزل الجمبري كله، هحط الثوم، كمون، بابريكا مدخنة، وهحط ملح، وهاجي اجيب الزبدة والزيت، هحط هنا كده شوية زيت والزبدة. تمام، هاجي بقى هنا التتبيله بتاعتي الحلوه دي، اتاكد ان انا اتبل طبعا قبلها بشويه، بس انا دايما بحب اتبل قدامكم. وهنزل بالجمبري كده، بصوا بقى الجمال والطعامه دي بيطلع حكايه. الطاسه بتبقى سخنه، بينزل ياخد التشويحه المظبوطه كده، وهحط عليه نقطتين ليمون ونقلب اهو. اول ما يعمل السي على طول بنشيل، علشان مش عايزينه يبقى ناشف وطعمه جامد قوي معانا، بالعكس احنا عايزينه يبقى طعمه جميل ومش بيشد وطري كده اهو. الله، يلا هاجي كده هنا هجيب البطاطس بتاعتي، هحطها هنا كده على التقديم على طول معانا، ينزل كده. وبعدين هناخد نفس الطاسه بتاعتي، وهجيب شويه زبده هنزل بيها كده، وهنزل بالبيف بيكن نحمره تحميره حلوه مع الزبده والصوص اللي موجود في الحله او الطاسه او الشوايه بتاعتنا اهو كده.